السلام عليكم، بنقول السلام عليكم يا اخوانا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كويسين يا ابني؟ رد عليا كويسين. طب قولوا الحمد لله. الحمد لله. سيب بقى اللي في ايدك يا دكتور وبص لي هنا. هو بص بقى يا دكتور، النهارده موضوع الجرامر بتاعنا عن حاجه اسمها دايركت وان دايركت. موضوع قديم قوي ده. حاجه اسمها ايه سمعني؟ دايركت وان دايركت. هو كلمه دايركت يعني ايه؟ مباشر، الكلام المباشر. طب وان دايركت؟ الكلام الغير مباشر. يعني ايه يا مستر دايركت وان دايركت؟ ايه مباشر وغير مباشر؟ ايه الالغاز دي اللي انت بادئ لنا بيها دي؟ هو مش انا قلت لحضرتك دلوقتي حالا، مش انا لسه قايل لك ان احنا هنخلص منهجنا النهارده؟ مش كده؟ الكلام اللي انا قلته لك ده مش كان مني ليك مباشره؟ الكلام اللي انا قلته لك ده اسمه كلام دايركت. كلام دايركت يعني ايه؟ يعني مني ليك مباشره. احنا هنخلص منهجنا النهارده. جيت انت بقى بعد المحاضره قابلت حد من اصحابك، قلت له ده مستر ابراهيم قال لنا ان احنا هنخلص منهجنا. الكلام اللي انت بلغت بيه صاحبك ده، ده اسمه كلام ايه بقى؟ ده اسمه كلام ان دايركت، ده كلام مش مباشر. او اسم الدلع بتاعه ايه؟ اسم الدلع بتاعه ان ده كلام ريبورتد، كلام منقول. فاحنا بقى النهارده جايين نتعلم الريبورتد سبيتش. الريبورتد سبيتش الكلام المنقول، الكلام المبلغ. احنا النهارده جايين نتعلم ننقل الكلام، بدل ما الكلام يبقى دايركت احنا نخليه ايه؟ نخليه ان دايركت. حلو كده؟ يعني مثلا لو جيت قلت لسيادتك ايه، بص كده، لو جيت قلت لسيادتك ان هي سيت تو مي، هي سيت تو مي، هو قال لي، وقمت حطيت لك كوما كده وقمت فاتح لك تو براكتس. شايفين العلامتين دول؟ انت بتسميهم علامات تنصيص، اما تسميهم احنا براكتس وخلاص. وجوه البراكت قمت قايل لك ايه؟ قمت قايل لك الجملة دي مثلا، I will travel tomorrow. I will travel tomorrow. وادي فلو ستوب اهي، حطيت نقطة اهو وقمت قافل البراكت. حلو كده؟ شايفين يا دكتور الجملة اللي جوه البراكت دي اللي هو I will travel tomorrow دي كده اسمها جملة دايركت. طالما اتحطت جوه براكت يبقى دي اسمها جملة دايركت. هو قال لي كده بالنص، انا هسافر بكره. بعد ما هو قال لي كده بقى انا عايز ابلغك باللي هو قاله لي، عايز انقل لك كلامه. هنقله ازاي؟ بص يا دكتور، هقوم انا قايل لك ايه؟ هقوم انا قايل لك ده هي تولد مي. انا قلت هي ايه؟ هي تولد مي، ده هو اخبرني. واقوم داخل بكلمه اسمها ذات. كلمه اسمها ايه؟ ذات، معناها ان، ودي كلمة اوبشنال، اختيارية، مش عايزها بلاش، يعني هي وجودها زي عدمه، بس هي مشهورة. لما اجي انقل لك كلامه لازم اول خطوة اعملها جوه ان انا اشيل البراكت ده، اطلع الكلام بره البراكت. لازم كده، طالما هتنقل الكلام يبقى تطلعه بره البراكت. طيب هو كان بيقول لي ايه بالنص؟ انا هسافر بكرة، مش كده؟ مش ده ترجمة الكلام اللي جوه البراكت؟ لما تيجي تنقل لي كلامه بقى تقول لي ايه؟ ده هو اخبرني ان ايه؟ ان هو هيسافر بكره. يبقى لازم البروناون اي ده تخليه لنا ايه؟ لازم اي تخليها هي، حاجه منطقيه جدا. انا ببلغك بكلامه، فانا بقول لك ده هو اخبرني ان هو هيسافر، فاي عملتها هي. حلو كده؟ ركز بقى يا دكتور في اهم شغلانه النهارده، اهم شغلانه النهارده، وعايزك ترد عليا كده تكلمني بالعقل كده وبالمنطق. هو انا بنقل لك كلامه، عايزك ترد عليا، ها رد عليا كلمني، وانا بنقل لك كلامه قبل ما هو يقوله ولا بعد ما قاله؟ بعد ما قاله. قصدك ايه يا مستر؟ قصدي ان كلامه ده اصبح كلام قديم، مش كده؟ مش انا بنقله بعد ما هو قاله؟ فاصبح كلام قديم. قديم يعني ماضي، ماضي يعني باست. ايوه يا مستر، وضح كلامك. عايز ايه؟ عايزك الفيرب ده، الفيرب ده اللي هو ويل ترافل ده تخليه لنا باست. طب اخليه باست ازاي؟ بدل ما هو ويل ترافل تقوم مخليه لنا ايه؟ تقوم مخليه لنا وود ترافل. وود ترافل. ودي يا دكتور اهم شغلانه النهارده، اهم شغلانه جايين نعملها النهارده،
ان انا بنقل كلام بعد ما صاحبه قاله، فانا بخليه كلام قديم، بخليه بوست. عيب عليك بقى لو قلت لي انك عايز تخليها وود ترافلد، عيب، انت ثانويه عام، انت كبرت كده كده. ويل، وود، كان، كود، شال، شود، مي، مايت، المودلز كلها الفيرب اللي بعدها بيتعمل انفينيتيف. ماشي، لما جيت كملت كلامي لقيت كلمه تومورو في جدول هنحفظه مع بعض بعد شويه، بيقول لك ان كلمه تومورو دي بتخليها لنا ايه؟ بتخليها لنا حاجه اسمها the day after، the day after، وممكن تعملها حاجه اسمها the next day، the next day، ممكن تعملها حاجه اسمها the following day. جدول كده بعد شويه هنحفظه مع بعض. شايفين بقى الجمله الجديده اللي مكتوبه بالريد كلر دي؟ دي بقى اسمها دايركت ولا اسمها اندايركت؟ اه دي اسمها اندايركت، او اسمها جمله ريبورتد، دي جمله منقوله، دي مش الجمله الاصليه، هو ما قالش كده بالنص، ده الكلام اللي انا نقلته لك بعد ما هو قاله لي. طيب تعال نشوف جمله كمان. لو جيت قلت لك طب شي سيد، شي سيد، وادي كوما اهي، ركز في البانكتشويشن، علامات الترقيم، وادي التو براكتس اهم فتحناهم، قالت لي ايه بقى هي المره دي؟ قالت لي ذا اي traveled yesterday. I traveled yesterday. انا سافرت امبارح. وادي فول ستوب اهي، حطينا النقطه وقفلنا البراكتس. رد عليا بقى يا دكتور، الكلام اللي جوه البراكت ده اسمه دايركت ولا اسمه اندايركت؟ اه ده اسمه كلام دايركت. هي قالت لي كده بالنص، انا سافرت امبارح. هي بعد ما قالت لي كده انا عايز ابلغك بكلامها، فهبلغك ازاي؟ هقول لك ده شي ساد. انا قلت يا دكتور شي ايه؟ شي ساد. مستر مش انت في الجمله اللي فوق كنت عاملها طولد، هو انت ليه قلتها ساد المره دي؟ عشان في فرق مهم ما بين الجملتين. الجمله الاولانيه يا دكتور كان فيها ليسنر، كان فيها مستمع طرف تاني اللي هو مي. الجمله التانيه هنا مفيش ليسنر، مفيش مستمع، هنقول يعني مفيش اوبجكت، مفيش مفعول. يبقى يا دكتور ايه الفرق ما بين تولد وساد؟ الفرق ان تولد بتحتاج بعدها اوبجكت، مفعول، تولد مي، تولد هام، تولد هير، انما ساد يستحيل تلاقي بعدها اوبجكت. طيب وانا داخل جوه البراكت هقوم عامل ايه؟ هقوم داخل بالكلمه المشهوره اللي اسمها ذات، اللي معناها ان، واكد تاني ان دي كلمه اوبشنال، اختياريه، مش عايزها بلاش. عايز انقل لك الكلام، وانا بنقل الكلام بطلعه بره الايه؟ بطلعه بره البراكت، يعني اشيل الكوما والبراكت ده والبراكت ده. هي كانت بتقول لي انا سافرت، انا هقول لك ده هي قالت ان ايه؟ ان هي سافرت، يبقى اي هعملها ايه؟ يبقى اي هعملها شيء. مظبوط، حاجه منطقيه جدا. نرجع بقى لاهم شغلانه النهارده، اهم شغلانه النهارده، هترد عليا تاني ما تزهقش مني، لسه بدري، النهارده المحاضره بتاعتنا كبيره. هو انا بنقل كلامها قبل ما هي تقوله ولا بعد ما قالته؟ اه بعد ما قالته، اصبح كلامها كلام قديم، وقديم يعني ماضي، وماضي يعني باست. ايوه يا مستر انا عايز ايه؟ عايزك الفيرب ده، الفيرب ترافلد ده، عايزك تخليه لنا باست. يا مستر هو انت مش مركز ولا يا مستر؟ ما هو الفيرب معمول ترافلد في الباست. هو يا مستر في حاجه اقدم من الباست؟ اه الاقدم من الباست هو الباست بيرفكت. الاقدم من الباست هو الباست بيرفكت، الماضي التام اللي هو هاد، والباست بارتيسيبل. يبقى ترافل دي اعملها ايه؟ يبقى ترافل دي ده انا عايزك تعملها لي هاد ترافلد، هاد ترافلد. وارجع واكد عليك تاني، دي اهم شغلانه النهارده، اهم شغلانه النهارده فكره ان احنا نرحل التنس، نرحل التنس يعني نخليه اقدم، بدل ما هو بريزنت رحله خطوه خليه باست، بدل ما هو باست رحله خطوه كمان واخليه باست بيرفكت. وانا بكمل قابلتني كلمه يسترداي. طب يسترداي دي الجدول اللي احنا لسه هنحفظه مع بعض بيقول لي ايه؟ بيقول لي دي تخليها حاجه اسمها ذا داي بيفور، ذا داي بيفور، وممكن كمان تخليها حاجه اسمها ذا بريفيوس داي، ذا بريفيوس داي. الجمله الجديده يا دكتور اللي بالريد كلر دي، دي اسمها بقى جمله اندايركت، او اسمها جمله ريبورتد، دي جمله منقوله، دي مش الجمله الاصليه، دي لا وانا ببلغك طلعت مني الجمله دي. الجملتين اللي انت شايفهم دول يا دكتور الاثنين اسمهم ستيتمنت. اسمهم ايه يا دكتور؟ الاثنين اسمهم ستيتمنت. يعني ايه ستيتمنت؟ ستيتمنت يعني دي جمل خبريه، جمل ايه؟ خبريه. طب الجملتين دول يا دكتور اتحولوا ازاي؟ ايه الرول بتاعتهم؟
الجملتين دول وانا بنقلهم من دايركت لان دايركت هما الاتنين بدأوا بسابجكت رد عليا، هما الاتنين بدأوا بايه؟ بسابجكت، مرة بدأت به مرة بدأت بشي. الجملتين يا دكتور مرة اشتغلت بسد ومرة اشتغلت بمين ومرة اشتغلت بطلد. كان ايه الفرق بين سد وطلد؟ كان الفرق ان سد ما بيجيش بعدها اوبجكت، ما بيجيش لسنر، ما بيجيش مفعول، وانما طلد كان لازم يجي بعدها اوبجكت، لازم يجي بعدها اللسنر المستمع الاوبجكت المفعول. في الجملتين اللي فاتوا يا دكتور قمنا عملنا ايه؟ ربطنا بكلمة اسمها ذات، كلمة اسمها ايه سمعني ذات، واتفقنا ان ذات دي كلمة ايه؟ دي كلمة اوبشنال، دي كلمة اختيارية مش عايزها بلاش منها خالص. لما جيت دخلت جوه قمت مطير البراكتس، شلت القوسين دول علامات التنصيص، وقمت عامل ايه؟ وقمت جايب سبجكت، خد بالك بقى، جبت سبجكت وايه؟ وفيرب جوه البراكت. السبجكت مرة طلع هي، مرة طلع شي. الفيرب ده كان اهم حاجة فيه ان هو معمول ايه؟ معمول باست، او انا بحب اقولها بالبلدي كده ان الفيرب كان مترحل. ودي يا دكتور اهم شغلنا النهاردة، ان الفيرب بتاعنا يا دكتور يكون فيرب ايه؟ يكون فيرب مترحل. هترد بقى عليا تاني، كلمة مترحل دي يعني لو الفيرب كان جاي لي present ارحله خطوة واخليه ايه؟ ارحله خطوة واخليه باست. طب الفيرب جالي باست ارحله خطوة كمان واروح مخليه ايه؟ واروح مخليه باست بيرفكت. يبقى ترد عليا بقى، لو الفيرب بتاع الجملة كان فيرب سي سي ترحله تخليه سو سو. طب لو الفيرب كان سو ارحله خطوة كمان واخليه هاد سين. طب لو الفيرب جالي هاد سين سيبه زي ما هو هاد سين. ليه؟ لان الباست بيرفكت ده دقدر يا دقدر بدأت اخرر يا دكتور، هو اقدم تنس، هو اقدم زمن، مفيش بعده، مفيش اقدم منه. يبقى لو الفيرب كان جاي فيرب بلاي ارحله خطوة واخليه بلايد. طب الفيرب جاي بلايد ارحله خطوة واخليه هاد بلايد. طب جات لي هات بلايت تفضل زي ما هي. طب الفيرب كان ايز ارحله واخليه واز. طب جات لي واز اخليها هات بين هات بين، وهكذا. طب اسمع بقى الحته دي، لو الفيرب بتاع الجمله كان ويل ارحله واخليه وود. طب لو جات لي وود تفضل وود يا دكتور، مفيش باست بارتيسيبل من وود، يعني الموديل فيرب الفعل الناقص اتحرك خطوه واحده. يبقى رد عليا، لو الفيرب كان اخليه كود. طب لو جات كود تثبت كده. طب لو الفيرب شال اخليه شوت. طب جات شوت تثبت كده. الفيرب ماي اخليه مايت. طب جات مايت تثبت زي ما هي. يبقى انا برحل اهم شغلانه النهارده، سبجكت فيرب مترحل. هو كلمه السر كده، سبجكت فيرب مترحل. ثلاث كلمات اهم قولهم كده، سبجكت فيرب مترحل. كله فاهم يعني ايه مترحل؟ رد عليا تاني، مترحل يعني جاي لي بريزنت، جاي لي بريزنت ارحله واخليه ايه؟ اخليه باست. طب جاي لي باست ارحله واخليه ايه؟ باست بيرفكت. عايز اقول لك على حاجه كمان، شايفين يا دكتور سد وطولد دول؟ سد وطولد دول مش قران ثابت يعني، ده مش جزء من الرول. سد وطولد دول مجرد ان هم اشهر كلمتين، انما عايز تغيرهم غير ازاي؟ يعني افرض ان انا بكلمه ده كان بيشرح لي حاجه، ما انا بدل سد وطولد ممكن اقولها ايه؟ ممكن اقولها اكسبلايند، شرح لي. اقول هي اكسبلايند ذات كذا، او هي اكسبلايند تو مي ذات كذا. طب افرض ان انا بكلمه ده اللي انا بنقل كلامه ده كان بيشتكي لي من حاجه، ما انا ممكن اعملها complained complained اشتكى. اقول هي complained ذات كذا، اشتكى من كذا. طب افرض ان انا بنقل كلامه ده كان بيوعدني بحاجه، ما انا ممكن اعملها promised promised، بدل ما اقول هو قال ان هو بيوعدني ما انا اقول هو وعدني وخلاص. يبقى ممكن افرض اللي بكلمه ده كان بيعتذر لي عن حاجه، ما انا ممكن اعملها apologize اقولها هي apologize to me، هو اعتذر لي. طب افرض كان بيعترف لي بحاجه، ما انا ممكن اعملها admitted او confessed اعترف. طب كان بينكر الحاجه، ما انا ممكن اعملها denied. يبقى سد وطولد دول مش ثابتين، دول بس مشهورين، انما ممكن بدلهم احط اي فيرب من دول. انا مش بقول لك احفظ دول، بس عايزك تبقى فاهم ان لو لقيت دول ما تتخضش، دول بيجوا بدل ما بستخدم سد وطولد. وما يشغلنيش دول بجيب بعديهم اوبجكت ولا ما اجيبش، ده ما يشغلنيش، لان هم بمعناهم. يعني مثلا اكسبلايند مثلا ممكن اقول هي اكسبلايند ذات، ما اجيبش اوبجكت. ممكن اقول هي اكسبلايند تو مي، شرح ليا، حسب بقى معناهم.
الفورم اللي قدامك ده يا دكتور ده الفورم بتاع ايه؟ ده الفورم بتاع الاستيتمنت. قلنا الاستيتمنت يعني الجمل الايه؟ الجمل الخبريه اللي اهم شغلانه فيها ان جوه البراكت انا جبت سبجكت وفيرب مترحل. طب هل ده النوع الوحيد من الجمل؟ لا، لسه في نوع تاني اللي هو الكويري. في النوعين اللي اشتغلناهم كان ايه اهم شغلانه؟ كان اهم شغلانه فكره ترحيل التنس، مش كده؟ اسمع كويس، هو ترحيل التنس دي برحل الزمن. رد عليا معلش مره كمان، عارف انك زهقت مني. يعني لو بريزنت بخليه ايه؟ رد، بخليه باست. كويس. طب لو باست بخليه باست بيرفكت. كويس. ليه برحل؟ رد عليا، ليه برحل؟ يضبط رد. برحل عشان انا بنقل الكلام ده بعد ما هو قاله، فاصبح كلام ايه قديم. اصبح كلام ايه؟ ياد رد قديم. تاني اصبح كلام ايه؟ قديم. السؤال بقى، افرض الكلام ما قدمش، يبقى ما رحلش. تاني افرض الكلام اللي بنقله ما قدمش، يبقى انا ما رحلش. مستر يعني ايه الكلام ما قدمش؟ يعني افرض انا بنقل الكلام ده هو لسه قايله دلوقتي حالا، ما لحقش يقدم، يبقى خلاص ما ترحلش، سيب التنس زي ما هو. حاطط لي مثلا كلمه زي جاست ناو، مش جاست ناو دي يعني هو لسه قايل الكلام حالا، يبقى خلاص ما ترحلوش. افرض ان انا بنقل كلامه ده كان بيقول لي فاكت، كان بيقول لي ايه؟ فاكت، بيقول لي حاجه حقيقيه، بيقول لي مثلا الشمس بتطلع من الشرق مثلا. طب ده بيقدم؟ ما بيقدم، يبقى ما ترحلش. افرض الفيرب اللي بره، الفيرب اللي بره اللي هو بيسموه فعل القول ده كان معمول بريزنت، يعني ايه؟ يعني افرض بدل سد كان عاملها ساي او سايز، ما ترحلش. افرض بدل تولد كنت انا كاتبها تيل او تيلز، ما ترحلش. فاهمين ازاي؟ بدل اسك كنت عاملها اسك، ما ترحلش. انا اقصد ايه بقى يا دكتور؟ انا اقصد امتى اهو الهاشتاج اهو، امتى يبقى نو تشينج؟ انا بحب اقول ايه بقى عشان طالب ما ينساهاش؟ امتى ما ترحلش؟ اهو ما ترحلش. امتى ما رحلش يا دكاتره؟ يبقى انا اولا ما رحلش لو الكلام لسه خلصان. فلو لقيت كلمه زي جاست ناو او كلمه زي ا مومنت اجو، دول معناهم ان الراجل لسه قايل الكلام، فخلاص ما قدمش، هرحله ليه؟ ما رحلش لو لقيت الكلام اللي انا بنقله فاكت، ما الحقائق ما بتقدمش، فبالتالي ما رحلش. ما رحلش لو لقيت الفيرب اللي بره بريزنت مش باست، يعني بدل سيد الاقيها ايه؟ الاقيها ساي او سايز. بدل تولد الاقيها تل او تلز. بدل اسكد الاقيها اسك او اسكس. كل ده خليه ما رحلش، ما الفيرب اللي بره بريزنت، اخش انا جوه اخليه قديم ازاي؟ بدل برضو مثلا وندرد اخليها ايه؟ اخليها وندر او وندرز. بدل بروميست، بدل بروميست اخليها بروميس او بروميسز، وهكذا في كل الافعال. يبقى يا دكتور، يبقى الهاشتاج ده يا دكتور على ايه؟ على امتى ما رحلش. انا عايزك تفهم المنطق بتاعها عشان ما تغلبش. انا اصلا برحل ليه؟ لو فهمت انا برحل ليه هتفهم ليه ما رحلش. انا برحل عشان الكلام قدم، فبالتالي ما رحلش لو الكلام ما قدمش. في كل الاكزامبلز احنا شغالينها دي كان في كلمات عمالين بنرحلها، مش كده؟ tomorrow yesterday وtoday ومش عارف ايه. ايه حكايه الكلمات دي بقى؟ بص بقى يا دكتور، احنا هنعمل دلوقتي الجدول مع بعض وعايزين نحفظه مع بعض. فقال لك مثلا ايه؟ قال لك يعني لو لقيت كلمه ناو، كلمه ايه؟ ناو. قال لك دي ترحلها لنا لذن، انت بتحفظها بقى كده ناو بنخليها ذن. قال لك لو لقيت كلمه توداي، كلمة ايه؟ توداي. ولا خلينا نكتبهم تحت بعض، خلينا نكتبهم تحت بعض. احنا اتفقنا ناو نخليها ايه؟ ذن. طب لو لقيت كلمة توداي، توداي قال لك توداي مش منظر توداي صح؟ مش منظر توداي، اسفين يا فندم. لو لقيت كلمة توداي قال لك دي ترحلها لايه؟ تخليها لنا ذات داي، ذات داي. انت هتحفظهم كده. طيب لقيت كلمة تونايت، كلمة تونايت قال لك دي ترحلها لايه؟ ترحلها لذات
night. That night. ادي كده ثلاثة. مركزين؟ طيب قال لك لو لقيت كلمة this. كلمة this قال لك دي ترحلها لنا تخليها that. الجدول ده في الملزمة بس عايزك تعرفه معايا. this نخليها ايه؟ that. طب لو لقيت كلمة these قال لك دي ترحلنا ترحلها تخليها ايه؟ those. بالنسبة الاس بننطقها زد. these و those. طيب قال لك لو لقيت كلمة ago قال لك دي ترحلها تخليها before. ago تخليها before. طب لو لقيت كلمة ايه كمان؟ لو لقيت كلمة here قال لك دي ترحلها تخليها ايه؟ ترحلها تخليها there. دي الكلمات اللي عايزك تحفظها. طب هل دول بس؟ لا، لسه في كمان. طب ايه كمان؟ بص يا دكتور، قال لك لو لقيت كلمة tomorrow. كلمة ايه؟ tomorrow. قال لك tomorrow دي ليها ثلاث طرق للترحيل بتاعها. ممكن تعملها the day after وممكن تعملها the following day وممكن تعملها كمان the next day. دول كده طرق تحويل ايه؟ كلمة tomorrow. زي tomorrow كده كلمة next مثلا next اي حاجة بقى، مثلا next week مثلا، يعني اهو next week. قال لك برضو هيبقى ليها نفس الثلاث ترحيلات بتوع tomorrow. ازاي؟ يعني ممكن، بص شايفين الثلاثة اللي فوق دول، بدل كلمة day حط كلمة week. يبقى انا ممكن اخليها ايه؟ the week after وممكن اخليها the following week. فاهمين ازاي؟ انا بشيل كلمة day وبخليها ايه؟ بخليها week. طب عايز نخليها the next، فممكن اعملها the next week. يبقى خد بالك يا دكتور، كلمة next week دي بمجرد ما تضاف لها ذا يبقى ترحلت. طب افرض بقى كانت next year، شيل بقى كلمة week وحط year، يبقى خليها the year after، the following year، the next year، وهكذا. طيب لو قابلتك كلمة yesterday قال لك yesterday ليها طريقتين في الترحيل. ممكن نعملها the day before وممكن كمان نعملها the previous day. يبقى the day before او the previous day. طيب لو قابلتك كلمة last واي حاجة، يعني مثلا last week هنرحلها زي yesterday بس هشيل كلمة day وحط كلمة week. يبقى بدل the day before اخليها ايه؟ اخليها the week before. طب بدل كلمة the previous day اروح انا مخليها ايه؟ the previous week. فاهمين ازاي؟ طب افرض كان جالي بقى مثلا last night يبقى اخليها the night before او the previous night. دول يا دكتور الكيوردز. كان في كمان كلمة يت بس دي مش مهم. دول الكيوردز اللي برحلهم وانا برحل من دايركت لاندايركت. الجدول ده موجود في الملزمة، عايز تحفظه من الملزمة ماشي، عايز تحفظه من البورد زي ما هو كده برضو ماشي. كده انت شفت الستيتمنت، الجملة الخبرية، الكويستشن السؤال، وعملنا عليهم هاشتاج بتاع امتى ما رحلش اوعى تنساه، وشفنا الاوردر الامر وده اسهل نوع، وشفنا دلوقتي الكيوردز الكلمات وطريقه ترحيلها. معاك قلمك بقى كده يا دكتور. بص بقى يا دكتور، نمبر 1 بيقول لك شي اكسبلايند ذا باريس ايه ذا كابيتال اوف فرانس. هي قالت ان باريس هي عاصمه فرنسا. الانسر واز وود بي هاد دن از. الانسر از. طب ليه انا كده رحلت ولا ما رحلتش ليه؟ عشان الكلام ده فاكت، يعني عشان دي حقيقه. هي باريس فعلا عاصمه فرنسا ولا كانت عاصمه فرنسا زمان؟ ده كلام ما بيقدمش. والكلام طالما ما قدمش يبقى انا ما رحلش. He said that he spaced his old car the previous week. ايه اهم كلمه هنا؟ كلمه the previous week. طالما حضرتك شفت كلمه previous او كلمه before
كلمه previous او كلمه ايه before. الكلمتين دول اوتوماتيك كده يودونا الهاد والباست بارتيسيبل اللي هو الباست بيرفكت ده اوتوماتيك. يبقى اجابتي فين؟ had sold مش sold ومش was selling. نمبر 3 he spaced me where he had spent his weekend. هو قال لي هو قضى اجازته فين. خد بالك هو مش سالني انا قضيت اجازتي فين، ده هو قال لي هو قضى اجازته فين. مكتوب هنا هي مش اي، فاهمين كلامي؟ يعني وير هنا ده مش سؤال. الجمله دي هو اخبرني هو قضى اجازته فين. يبقى told ولا wondered ولا ordered ولا said؟ اه يبقى told. طب ليه مش said؟ عشان في object. فين الobject هنا؟ كلمة me. طب ليه مش wondered؟ لسببين. اولا في object اللي هو كلمة me، wondered ما بتاخدش object. ثانيا ده اصلا مش سؤال. 4 فريدة سبيس مليكة had joined the open university. الجملة دي بقى جامدة جدا. فريدة قالت ان مليكة had joined the open university. فريدة قالت ان مليكة دخلت الجامعة المفتوحة. said ولا told؟ اه said. ازاي يا مستر مش في object؟ لا مفيش object يا مستر. امال مين مليكة دي؟ مليكة دي subject. مليكة دي هي دي اللي دخلت الجامعة المفتوحة. عارف التركية في الجملة دي في ايه؟ ان هو cancel لي كلمة ذات، حذف من الجملة كلمة ذات. لو عايز تفهمها اكتر رجع لي كلمة ذات هنا قبل مليكة على طول. هتلاقوا تقال ازاي بقى؟ فريدة said that مليكة had joined. يبقى دكتور مليكة هنا مش الاوبجكت، مش المفعول، مش الليسنر. مليكة هي السبجكت، هي اللي دخلت الجامعة. الجملة دي معناها فريدة قالت ان مليكة. نمبر كام؟ المفروض 5 طارت يبقى 6 ماشي. فريدة informed us that her baby spit then. كلمة then دي كلمة مهمة جدا. اوتوماتيك كده يا دكتور، طالما شفت كلمة then في الجملة يبقى انت رايح ل was aware و verb ing. سجل الكلام ده عندك. احنا قلنا من شويه كلمه previous وكلمه before بتوديني الهاد والبي بي، اهو هاد والبي بي. انما كلمه then بتوديني الواز وير فيرب ing. واز وير فيرب ing. يبقى جابتك هاد كرايد ولا هاد بين كراينج ولا كرايد ولا واز كراينج. يبقى جابتي واز كراينج. 7 ذا تيشر تولد اس that the earth is space round the sun. المستر قال لنا ان الارض بتلف حوالين الشمس. اه دي فاكت، وطالما فاكت يبقى مش هرحل. يبقى الانسر وينت لا، جوينج لا. طب جو ولا جوز؟ اه الانسر جوز عشان الارث مفرد يبقى الفيرب ديفلو اس. الجمله دي ما رحلتش ليه؟ عشان الجمله دي فاكت. نمبر 8 I space him that I had never eaten pineapples before. انا قلت له ان انا ما اكلتش باين ابل قبل كده. يبقى سيد ولا تولد؟ الانسر تولد. طب ليه مش سيد؟ عشان في اوبجكت. فين الاوبجكت هنا اللي هو كلمه هم. 9 اتس راذر ليت اند اتس تايم فور يو تو جو تو سليب. يلا يا ابني انت هو عشان تخش تنام. شايفين الكوتيشن ماركس دي؟ الكوتيشن ماركس دي يبقى دي الجمله الدايركت، دي الجمله الاصليه. بص بقى لما جينا نرحلها the mother a that the children are still awake. هي كده الام اشتكت ان العيال لسه صاحيين. يبقى remembered ولا inquired ولا promised ولا complained. اه يبقى complained لان الكلام فيه شكوى. 10 at the wedding party yesterday. سيبك من الجمله الاولانيه دي بقى. the bride said البرايد العروسه the bride said spent the happiest day of her life. the العروسه قالت ان ده كان اسعد يوم في حياتها. today was that day was yesterday had that day had. اولا انا عايز اقول ان اليوم ده كان، كان يبقى انا عايز was. يبقى yesterday had و that day had دول مش معايا. السؤال بقى اختار today was ولا that day was؟ اه اختار that day was. طب اشمعنى؟ لان دي اللي مترحله. كلمه that day دي اللي كان اصلها today، فاكرين جدول الكلمات؟ that day كان اصلها today و was كان اصلها is. يبقى الانسر that day was. 11 احمد promised that he space me as soon as the plane landed. will phone ولا would phone ولا phoned ولا phones؟ طالما رحلت يبقى الانسر would phone. خد بالك انا في فيرب promise، هو وعدني، وعدني يبقى بحاجه خلاص لسه هيعملها. يبقى الاصل كان will، will راحت ل would. 12 he said that it is a busy day. is ولا was ولا will be ولا is being؟ عايز ارحل يبقى الانسر was. 13 he said his space be able to help me the following day. طالما ظهرت كلمه the following او كلمه the next او كلمه after
كلمه the following او كلمه the next او كلمه after، طالما ظهروا في الجمله يبقى انت اوتوماتيك كده هتلاقي نفسك رايح لود والانفينيتيف. وود والانفينيتيف كده جابتك ويل ولا وود ولا كانت ولا وانت، يبقى الانسر بتاعتي وود. طيب تعالى بقى نغير نشوف كده افكار مختلفه. يعني مثلا مثلا بص على نمبر 16، بص على نمبر 16، he said just now، he said just now. بص بقى يا دكتور ايه اهم كلمه هنا؟ كلمه just now، الكلام ده هو لسه قايله دلوقتي حالا، الكلام ده ما لحقش يقدم يبقى انا ما رحلش. space a new story انا مش عايز ارحل، يبقى كل الحاجات الباست دي مش نافعاني وايز ريدنج هي الوحيده اللي تنفع. طب روح بص على 18 18 I told the teacher I ate the following lesson. انا لسه قايل لك كلمه the following او كلمه the next او كلمه after توديني الود والانفينيتيف، يبقى الانسر didn't attend ولا wouldn't attend ولا hadn't attended؟ لا wouldn't attend. ليه ما رحتش ل hadn't attended؟ عشان هو كاتب لي كلمه the following، the following او the next او after توديني الود. روح بص لي كمان على 20، سؤال رقم 20 بيقول لي ماليكا promised that she a home tomorrow. ده جمله ثانويه عامه يا جماعه، قول لي بقى هي الجمله دي ارحل ولا ما رحلش؟ الجمله دي فيها كلمه tomorrow مش كده؟ tomorrow دي كلمه اصليه ما ترحلتش، يبقى دي الجمله يبقى انا كمان ما رحلش. طالما هو حط tomorrow يبقى هو بيقول لي ما ترحلش، ما ترحلش يبقى اختار الزمن الاصلي، يبقى الانسر ويل بي. تاني tomorrow دي المفروض لها ثلاث ترحيلات، the following day او the next day او the day after، هو كاتبها لي tomorrow، طالما ما رحلش الكيورد يبقى انا ما رحلش التنس، ما رحلش الزمن، يبقى سيبها زي ما هي ويبقى الانسر ويل بي. اليونت ده يا دكتور معمول عشان اقول ثلاث كلمات، الميث والليجند والفيبل. ميث ليجند فيبل، الثلاثه دول اساطير، الفرق بينهم ايه؟ ركز عشان ده اليونت اصلا، اليونت ده معمول عشان الثلاث كلمات دول. الميث اسطوره خرافيه يعني unreal من بدايتها لنهايتها ما حصلتش اصلا، بس ليها هدف، هدفها تفسير ظواهر طبيعيه، تفسير ظواهر natural، natural phenomena، ظواهر طبيعيه. يعني ايه يا مستر؟ زمان كان في اسطوره عن ايزيس واوزيريس، اكيد حضرتك سمعتها. هل ايزيس واوزيريس دي ريل؟ دي حاجه حقيقيه؟ لا، دي من اولها لاخرها unreal، حاجة مش حقيقية، كلها فيكشنال، فيكشنال يعني حاجة خيالية. طب ألفوها ليه؟ ألفوها عشان يفسروا ليه بيحصل فلود، فلود، فلود يعني فيضان، فمش عارف مين كان عمال بيعيط والتيرز بتاعته غرقت النار فحصل الفلودز، الدموع بتاعته، حصل الفيضان. دي الميث، يبقى الميث أسطورة خرافية لتفسير ظواهر طبيعية. طب إيه الليجند؟ الليجند أسطورة حقيقية، بس الناس شويه اكزاجيريت. يعني اكزاجيريت؟ الناس بتبالغ. عارف محمد صلاح مثلا؟ محمد صلاح يقول لك ده ليجند، ده اسطوره. هو محمد صلاح ده ريل، ريل لايف، من الحياه الحقيقيه، بس الناس من كتر اعجابها بصلاح اكزاجيريت، بتبالغ. كان في زمان كينج في انجلاند، كينج ملك انجليزي كان اسمه كينج ارثر، كينج ارثر، الناس من كتر اعجابها بكينج ارثر بدات الناس اكزاجيريت، تبالغ شويه في اللي بيعمله كينج ارثر. يبقى الليجند اسطوره حقيقيه ريل لايف، بس الناس بتبالغ شويه. طب ايه الفيبل؟ الفيبل قصص رمزيه بتتحكي عاده باستخدام الانيمالز، كل وبيبقى ليها مورال، مورال عايز يوصل لك مسج، عايز يوصل لك درس اخلاقي، عايز يوصل لك عظه، عايز يوصل لك حكمه. كلنا سمعنا قصه القط الارنب والسلحفه مش كده؟ الارنب الهير والسلحفه التورتس. الارنب الهير ده اللي هو الارنب البري اكبر من الرابت، والتورتس السلحفه، لما الاثنين دخلوا ريس، دخلوا سباق، مين اللي كسب في الريس؟ المنطق كان بيقول ان الهير يكسب، الارنب يكسب، بس اللي حصل ان التورتس كسبت. ازاي؟ قال لك اصل التورتس كان عندها ديترمينيشن، ديترمينيشن اصرار وتصميم، انما الهير كان اروجنت، كان مغرور، واثق في قدراته زي عن اللزوم. كانت النتيجه ايه؟
ان التورتس هي اللي وان ذا ريس، هي اللي فازت بالسباق. هل ده ريل؟ هل ده حقيقي؟ لا طبعا ده كلام فارغ، بس هو عايز يوصل لك مسج، عايز يوصل لك رساله، عايز يوصل لك مورال، درس اخلاقي، عايز يقول لك ان اللي عنده ديترمينيشن، اللي عنده اصرار وتصميم يقدر يوصل حتى لو قدراته ضعيفه. والاروجنت اللي مغرور واثق زياده في قدراته وامكانياته زياده عن اللزوم، ده بيخسر حتى لو كانت قدراته عاليه. فاهمين؟ دي كده اسمها فيبل، فيبل قصص رمزيه لتوصيل مورال. يبقى كده يا دكتور الميث اسطوره خرافيه لتفسير ظواهر طبيعيه، الليجند اسطوره حقيقيه بس الناس بتبالغ، الفيبل قصص رمزيه باستخدام الحيوانات عشان يوصل لك مسج. كمل بقى معايا. يهلل تشير، يهلل يفرح يعني كنوع من التشجيع. تشاب تشاب يقطع تشاب. فيد اب يزهق فيد اب. فلود 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 الفيضان او يفيض، ما تنطقش بقى الاو، ما تقولش فلود، فلود فيضان او يفيض. ينزل للوراء لوك باك، لوك باك يبص وراء. ستريتش اوت ستريتش اوت يقعد يمدد بقى يفرد دراعاته ورجليه وبتاع. التير الدمعه، ودايما بتبقى تيرز الدموع. باس اون باس اون انفورميشن، باس اون اكسبيرينس، باس اون نوليدج ينقل خبره ينقل معرفه. اكزاجيريت اكزاجيريت يبالغ، واكزاجيريشن لو ضفنا لها اي او ان يبقى المبالغه. المورال الدرس الاخلاقي او العظه. ايترنال ابدي، ايترنال يعني ما بيموتش خالص يعني فور ايفر. ايفيدنس الدليل، ودي كلمه قديمه. كلمه كوز كوز مشهوره بمعنى سبب بس كمان بتيجي بمعنى القضيه. اونرابل الاتش سايلنت، اونرابل جدير بالاحترام. لو شلنا ايبل بقت اونر بس، اونر بس بنفس كتابتها كده بالاتش سايلنت يعني تكريم او يكرم. هامبل هامبل واحد متواضع، الانتونيم بتاعها اروجنت هتلاقوه في الملزمه. مغرور. تشيفرلي الفروسيه. نايتس الكي سايلنت، نايتس يعني الفرسان. بعد كده هتلاقي مجموعه الفوكابلري الكلمات والبريبوزيشنز حروف الجر والاكسبريشنز التعبيرات والسينونيم والانتونيم المضادات والمترادفات. وبعد كده هتلاقي الريدنج، الريدنج يعتبر اللي انا حكيته. اول قطعه ريدنج دي عن الفرق بين الميث والليجند والفيبل، ودي احنا قلناها. الثانيه دي بقى الهير والتورتس اللي هو الارنب والسلحفه، القصه اللي حكيتها لكم. ايزيس واوزيريس اللي هي الميث. الليجند اوف كينج ارثر، الاسطوره الملك ارثر. وبعد كده هتلاقي فيه براكتس على الفوكابلري.